من جنوب غرب محافظة مادبا وسط الأردن يبدأ وادي زرقاء معين في الانحدار لينتهي في أكثر مناطق كوكبنا انخفاضاً. رحلة الوادي تبدأ من حمامات معين حتى حدود البحر الميت في منطقة الأغوار ليصل طول الوادي إلى 16 كيلومتراً. مجموعة ينابيع مياه حارة تضخ في الوادي بحدود 60 نبعاً، إضافة لشلالات مياه تأتي من الينابيع بمعدل سقوط بين 236 إلى 549 متراً مكعباً لكل ساعة. وأشهر تلك الشلالات والينابيع ما يعرف بحمامات معين، وهي معلم سياحي معروف في الأردن. ونتيجة لتدفق الينابيع يتشكل في الوادي تيار مائي سريع الجريان يسير مسافة 4 كيلومترات في رحلة تمر عبر السيق الصخري أو الترابي، لتشكل شلالات قوية الانحدار تصب في مجموعة برك تنتشر عبر الوادي. ويرجح البعض أن زرقاء معين أخذت هذه التسمية بسبب صفاء مياهها. يختلف التركيب الكيميائي لينابيع وادي زرقاء معين عبر فصول السنة، ويصاحب ذلك اختلاف بسيط في درجات الحرارة، كما أن الوادي من أهم الأودية الجيولوجية حيث الطبقات الرسوبية.